رغم سهلين كلمه سهلين باش الامهات يفهموا، ماشي شرط الام تكون قاريه وعندها مستوى صح. تعليمي باش تقدر تلتهب وليدها. الوغ لانيمي كامل الناس يعني تقريبا اللي تقولي له لانيمي يفهم بلي لانيمي هي نقص الدم الاحمر. الناس كامل على بالهم. اللي ما على بالهمش هي صديق جلوبال وشنو هو. حنا الدم تاعنا واش فيه؟ عندنا كاع الناس يعرفوا الكويرات البيضاء اللي هي تاع المناعه. لي بلاكيت اللي هي الصفائح الدمويه اللي بها ما يسيحناش كي نجرحوا الدم ما يخرجناش. وعندنا الكويرات الحمراء. الكويرات الحمراء هذه هي كي تكون ناقصه يكونوا عندنا لانيمي. الو لانيمي هي كيفاش اون لا ديفيني؟ نهار تكون الهيموغلوبين ناقصه. الهيموغلوبين هذه الكويرات الحمراء مقدومين بلام الى جلوبين. الهيموغلوبين كي تنقص سا ديبون العمر، قد ما نكونوا الطفل يكون صغير قد ما الهيموغلوبين تاعو تكون عاليه. يعني لي نوفوني الهيموغلوبين تاعهم تكون ابوبخي 16 غرام في الديسيلتر. بعد يومين ثلاث ايام تولي عندهم 14. تبدا تنقص. تبدا تنقص. عند الاطفال اون جينيرال تكون 11 12 11. عند لي زادجيلت الراجل يكون عنده شويه اكثر من المراه. دونك عند الاطفال باش نقولوا انيمي ولا لا نشوفوا العمر. دركا احنا ماذا بينا اليمات في الدار وقتاش تشك باللي وليدها عنده لانيمي. راناش نهضروا على الطبيب، طبيب الكشف في الدار. هنا ندخلوا في الاعراض. فوالا هنا الاعراض اللي لازم ننتبه. الاول يعني اللي باين هي قبل لي زانيمي، حبيت ناكد اليوم باسكو لي زانيمي عند الاطفال كاين بزاف 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 الاسباب. عندنا لي زانيمي تاع الوراثه وراثيه. وكاين لي زانيمي مكتسبه. اللي معروف اللي كاينها شائعه اكثر هي لانيمي فقر الحديد. نقولوا لها حنايا لانيمي فيغي بخيف ولا لانيمي باغ كارونس مارسيال. هذه هي اللي الشائعه كامل. دونك هذه راح نتكلم عليها اليوم. اوكي. الوغ وقتاش اللي ما تتشك؟ اول حاجه اللي تكون وليدها مصفار شويه بال. يعني ما عندوش هذيك الحموريه تاع ام بيبي، يجري ولا يضحك ولا ما تشوفيهش يحمر. دونك هنا الطفل يكون عيان. دراري اون جينيرال كثيرين الحركه بصح اللي تشوفيه عيان ولا اللي يروح يمشي غير شويه يقول لها ماما عيت. دونك العيا زائد. اضطراب النوم، الطفل اللي ما يرقدش مليح. الخلل في التركيز، الطفل اللي في المسيد كان مليح باش نشوفوا اون ديفيرونس يعني تغير، كان مليح ومن بعد ولا ماهوش يركز مليح، ماهوش يتبع مليح في المدرسه. دونك نقص في التركيز. دي كرامب، يحس باللي من ذاك رجليه ينملو باش النوجات ولا رجليه ولا فوالا العضلات تاعو. كاين ثاني لي سوفلومون، غير يدير حاجه يبدا يلهد. كاين ثاني بعض الاحيان ضربات القلب تكون شويه سريعه. هادو ما كامل اعراض اللي قال ممكن يكونوا فقر الدم. هنا الام بيان سور تدي وليدها عند الطبيب، والطبيب حنا كي اون اكزامين لونفون لا بالور نوري لا مامون كيفاش يفرقوا بين الطفل كيكون مصفار. كاين صفوريه تاع اللحم تاع لا بو كيتاني، هذه نقولوا لها كيتاني، نقدر نكون صفراء هنا بصح شواربي حموره. هنا ماشي لانيمي. لانيمي خاطر سي اون بالور كيتانيو ميكوز، يعني الجلده لا بو ولي ميكوز. وشكون هما لي ميكوز؟ هما اللي غلفوا لنا لي كافيتي تاعنا، تسمى اللحمه اللي عندنا داخل فمنا. اللحمه اللي تحت عينينا هذه شتوها رقيقه، ماشي سي با اون بو سي اون ميكوز. هذوك هما اللي يتقاسوا في الانيمي. دونك كيما تشوف وليدها صفر، ماشي صفر بال، صفر سي بو صفاير حاجه واحده اخرى شاحب، بصح كي تحبط له عينه تصيبها حمراء لداخل ماهيش انيمي. نهار تشوف شوارب وحموره لا بوم دو لا ما يدنا، نهار نكونوا انيمي تولي بال. هنا تكون حمراء سي با انيمي، سي با انيمي. الطبيب دونك يفا اكزاميني سي فغي راح يصيب لا بالور كوتانيو ميكوز، يحوس على لا كلينيك تكفي باش نقولوا انيمي، نكونفيرميوها بلا بيولوجي. بصح الطبيب واش راح يدير؟ راح يحوس على السبب لانيمي. هنا هو الاشكال. هنا ماذا بينا احنا ايضا واكيد المشاهدين نعرفوا ما هي الاسباب اللي تخلي الطفل الصغير يصاب بالانيميا. هذه هي. هذا لو دياغنوستيك دانيمي سهل، نشكو نديروا تحاليل، تحاليل راح تخرج لي بلي الهيموغلوبين ناقصه. خلاص نحوسوا السبب. باش نعرفوا السبب لازم نعرفوا الحديد حنا كيفاش رايحين كيفاش راح يدخل الحديد لجسمنا. فوالا اولا الحديد راح ناكلوه، من بعد نقول لكم الاكل اللي فيه الحديد. الحديد راح ناكلوه
يجوز الجسم يجوز للهضم في المعده يروح مع الدم دونك اللي ابسوربي يجوز في الدوره الدمويه ويمشي لنا الاعضاء. واش يدير لنا الحديد؟ واش يدير الحديد؟ هو اللي راح يخدم لي الهيموغلوبين. هذه الهيموغلوبين واش هي في الكويرات الحمراء؟ طاكسي تاع الاكسجين. انا كي نتنفس هاني تنفست الهواء، الرئه تاعي صفات لي الهواء تاعي عمرته لي اكسجين، بصح شكون راح يجي يدي لي هذا الاكسجين للخلايا؟ هي الهيموغلوبين اللي مخدومه بالحديد. ما كاش الحديد الاكسجين يقعد في لاستاسيون ما عندوش طاكسي يديه. دونك سي ان ترونسبورتور تاع الاكسجين مهم بزاف. ومن بعد هانا الاكسجين الحديد رفد الطاكسي، رفد الاكسجين باش يديه للخلايا، هو اللي يديه طاكسي. كي يلحق للعضله كاين اون بروتين واحده اخرى لا ميوغلوبين، هي اللي راح تدخل هذاك الاكسجين داخل الخليه. دونك سي امبورطون. هنا دونك عندي كليت، بعد عندي امتصاص، بعد عندي توزيع. نهار يكون نقص لي الحديد بيان سور، هنا شخصنا الانيمي، وباش نقولوا بلي انيمي بنقص الحديد لازم نعير كميه الحديد اللي في الجسم تاعي. أوكي. ممكن نعير كميه الحديد اللي في الدم سي لو فيغسيريك، والاحسن هي انني نعير الخزينه تاعي تاع الحديد.